مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الخميس 28 تموز عام 2022. رح احاول خلي هالتسجيل قصير قدر الامكان لان كان في تسجيلين اليوم، كان في مواضيع لازم نحكي فيها وفي عده مواضيع الحقيقه لازم نحكي فيها، ولكن رح اختصر قدر الامكان ورح بلش باصدار لمركز جسور. طبعا هو يتعاون مع مراكز اخرى لحتى يحط توزع مناطق السيطره والتوزع النقاط العسكرية والأمنية في الجغرافيا السورية. مثل ما شايفين هي الخريطة للتوزع النقاط العسكرية العامة، يعني الحقيقة شر البلية ما يضحك، يعني هي كلها نقاط عسكرية، يعني هي عددها 753 موقع، يعني بين قواعد عسكرية، نقاط أمنية، نقاط تفتيش. ولكن هل خريطة هذا حقيقة واقع الحال اليوم في سوريا؟ طبعا بعد قراءة الدراسة مواقع ومن مصادر، أنا يوميا على اتصال مع مصادر بكل المحافظات، فينا نقول أنه هالخريطة دقيقة إلى حد كبير، وبالتالي هالنقاط اللي عم تشوفوها هذا حال سوريا اليوم وحال النظام مع السيادة. نحن مو بإطار والله التشفي والشماتة، ولكن بإطار أن نضع الأمور في نصابها. إذا بدنا نأخذ شوية تفاصيل وتغيرات على الأرض، تقريبا ما في تغيرات كبيرة، يعني حتى في التواجد الروسي ما كان في تغيرات، في نقل مجموعة من القوات، في تقليص ربما، ولكن ما في هالتغيرات الكبيرة. التغير الكبير أو التغير الواضح يلي هو من سنوات، ما بدي أقول آخر ست شهور، هو التغول الإيراني. راح نستعرض الخرائط مع بعضنا شوي شوي. طبعا هذا تواجد قوات التحالف الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية في معظمها، لاحظوا هو يمتد حول حقول النفط وفي أقصى الشرق إلى الشمال السوري، فهي هي نقاط تواجده، بالإضافة لنقطتين في الجنوب في قاعدة التنف المعروفة. لاحظوا هل يعني خلينا نقول هالخليج اللي صاير كان هذا مسكر، هون صار في قاعدة روسية. إذا طلعنا ده الخريطة اللي بعدها في قاعدة روسية، والتوزع هو 17 تقريبا إجمالي القواعد، إذا فينا نقول إن 28، 17 منهم في الحسكة، 9 في دير الزور، وموقعين على التنف يلي هي تابعة لمحافظة حمص. هلأ إذا منروح أيضا للتوزع روسيا طبعا عندها عدد قواعد أكبر بكتير ومنتشرة على الأراضي السورية، 132 موقع بهذا الشكل. منلاحظ أنه في انتشار واضح في مناطق خلينا نقول قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في الشمال. لاحظوا يعني بأماكن المفترض يكون فيها عمليات أو هي يعني في عمليات أو تهدد تركيا في القيام بعمليات إضافية، مثل المناطق الصفراء بالشمال، المناطق الخضراء برجع بذكر هي المسيطرة عليها تركيا، ففي تواجد روسي واضح في الشمال، بالإضافة لتواجد الأكبر في حماة. إذا بدنا ناخذ ب الأعداد توزع القوات الروسية اللي مثل ما حكينا 132 موقع، في عنا 25 بحما لأن هي المحافظة المتاخمة لإدلب ومنطقة وقف التصعيد، 14 بالحسكة و14 باللاذقية بالساحل طبعا عندهم، و12 في حلب و11 في دير الزور و11 في إدلب، و9 في حمص، 9 في السويداء، و8 في الرقة، 7 في ريف دمشق، و5 في درعا، وأربعة في دمشق. طبعا درعا وريف دمشق تقريبا متصلة، وهلا بدنا نشوف بالنسبة للتواجد الإيراني. هلا بالنسبة للتواجد التركي هو مقتصر على منطقة الشمال مثل ما شايفين، في تواجد طبعا كبير جدا، عدد القواعد 124 تقريبا بعدد القواعد الروسية على كامل تراب الجغرافيا السورية، ولكن هذا متركز في الشمال وخاصة في المنطقة الممتدة يعني من جبل الزاوية باتجاه الشمال باتجاه عفرين. فإذا بدنا ناخذ أيضا بالأعداد عملية التواجد، بنشوف أنه في 57 في حلب، في محافظة حلب، يعني مرة تانية وقت يتم الحديث عن تحرير حلب يعني أو إعادة للنظام هو إعادة المدينة، ولكن في كتير يعني أو في مساحات واسعة من ريف حلب هي ما رجعت للنظام، وفيها 57 قاعدة يلي هي يعني تمتد من عفرين باتجاه إدلب، يلي فيها
50 قاعدة ونقطة ونقطة عملياتية وأمنية ونقاط مراقبة واستطلاع إلى آخره. طبعا كل المواقع عندنا بهالشكل. في عنا 10 في الرقة و4 في الحسكة و2 في اللاذقية، طبعا في الحسكة بالشمال، وفي مناطق و10 بالرقة و4 بالحسكة، طبعا هدول بالشمال وهدول ضمن المنطقة الرابعة الثالثة أو الرابعة المسيطرة عليها يلي اسمها نبع السلام، وفي 2 باللاذقية أيضا يعني في متصلة مع ريف إدلب، وموقع 1 في محافظ حماة يلي هو يعني على حدود السيطرة الروسية والتواجد الإيراني. نيجي بقى للتواجد الإيراني، يعني هو الأبرز يلي هو بين خلينا نقول نقاط الحرس الثوري الإيراني ونقاط حزب الله ونقاط مشتركة بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. لاحظوا تقريبا هو يعني أكثر من نص القوات الموجودة هذا التواجد مثل ما شايفينه الإيراني كثيف جدا، عندهم 469 نقطة. رح تتفاجئوا أنه التواجد الأكبر هو في مدينة حلب، بعدين في ريف دمشق، وبعدين في حمص. طبعا أنا مرة تانية بفضل أنه نضم ريف دمشق مع درعا، يعني حتى ما نقول إيه درعا، لأن دائما بنقول في درعا في تواجد كبير في تواجد كبير، بعدين كله على بعضه بيطلع 33 نقطة. هو مضاف إلى ريف دمشق، يعني من درعا طبعا منضم لها القنيطرة يلي هي فيها 22 ودرعا 33، صاروا هدول لحالهم 55 بالإضافة إلى ريف دمشق، شايفين باتجاه الريف ومعظمه في الريف الجنوبي. فمنشوف أنه في سيطرة تامة تقريبا على الجنوب السوري بالإضافة لحلب. لاحظوا كثافة التواجد في حلب، وهي الكثافة حكينا عليها أنه هي كانت سبب أساسي في الموافقة أو في أنه أعطاء الضوء الأخضر لزيارة الرئيس لحلب، لأنها محمية من قبل الحرس الثوري، ولولا الحرس الثوري وتنسيقه هو وحمايته ما كان حسين الرئيس يوصل لحلب، يعني هذا شيء أكيد. ولما حكينا طلعوا في ناس يعني مفروض يعني عقل وازن ويعني بيحكوا منطق أنه إيه والله نحن مو شايفين الحرس الثوري بحوارينا عم بتقولوا أنه هو الحمى الرئيس، والله ما شفنا شيء بحلب، هن ما بيطلعوا بالشوارع بيتفتلوا يعني وبيفتحوا دكاكين وبسطات، وإذا تواجدوا ما بيتواجدوا بلباسهم يعني العسكري. فهن تواجدهم ضمن نقاط عسكرية ضمن قواعد عسكرية، ما هم متواجدين في قلب المدينة، يعني هذا ردا على بعض هذا. فهذا التواجد كثيف. لاحظوا كيف هن مسيطرين أيضا من الشرق من البو كمال باتجاه مرة، هي دائما كنت أذكرها ولكن الخريطة بتوضحها تماما، من البو كمال إلى دير الزور أيضا، ويمتد تواجدهم إلى على طول نهر الفرات إلى الرقة إلى حلب من ناحية الشرق. ومرة تانية في كثافة في السيطرة في الجنوب، وطبعا هن مسيطرين على الحدود السورية اللبنانية أيضا. تعرفوا دولة غير سوريا فيها التواجد الأجنبي بهالطريقة بهذا الشكل؟ أنا من ناحيتي صحيح العملية العسكرية التركية تأجلت أو يعني إلا في حالة خلينا نقول تأهب أو انتظار، ولكن الشيء اللافت كان هو زيادة نشاط العمليات أو يعني الاستهدافات باستخدام الطائرات المسيرة، زادت أضعاف، يعني يمكن بالشهر الماضي كان في 10 أهداف، تم أهداف يعني وازنة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية معظمها تم استهدافها بالطائرات المسيرة، وكأنه يعني من ضمن الاتفاقيات أنه الأجواء مفتوحة لكم لاستخدام هذا السلاح. هلا يعني نرضو بهالقصة بين ما نشوف شو بدنا نعمل، يعني هذا الموضوع لافت ويحدث فرق على الأرض، لأن سيطرة تركيا على الأجواء في الشمال من خلال الطائرات المسيرة، وتركيا يعني متطورة جدا في استخدام هذا السلاح وتصنيعه، يعني عمليا أنه هي رح تتحكم في الأمور في تلك المنطقة. وأن شاهدنا يعني انتشار لقوات النظام السوري أو كذا، يعني بيكون ما عم يستهدفون بكيفهم، ولكن كسيطرة كتحكم في المنطقة السماح باستخدام هذه الطائرات بهذه الكثافة وبهذه الطريقة، يعني في اتفاق بشكل غير مباشر بين الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا على أن تكون السيطرة ومراقبة الأوضاع في الشمال أو الشريط الشمالي في سوريا هو تحت العين التركية. أيضا بدي أحكي اللافت كان هو التطورات في درعا، حكينا عن السويدة، طبعا السويدة ما زال وضع فيها متوتر، ما زالت
قوات او يعني الكرامه او مجموعه الكرامه يلي هي محسوبه بشكل او باخر على المعارضه، ومع الكثير من الاهالي المسلحين عم يهاجموا مقرات ومنازل راجف الحوض. ما شاء الله شو عنده منازل يعني ومقرات، ومصرين يعني مرة تانية ما كان في شيء واضح بأنه هني راح ينتقلوا لأي زعامة تانية يعني مرتبطة بالأمن أو هي تشترك يعني مع النظام بالنفوذ، ولكن الإعلان كان أنه هني راح ينطفوا المحافظة من هذه العصابات التي تمتهن تهريب الأسلحة والمخدرات إلى آخره. كان في بعض التعليقات أنه يعني هذا الذي يحدث بتنسيق مع النظام والدولة ومصلحته. يعني أنا من معرفتي بالنظام وخبرتي لا يمكن هو، يعني لو كان بده يمثل كان مثل من البداية، يعني لو هو ممكن يتنازل عن السلطة ويعني يظهر أنه هو والله إيه في أطراف غيره هي سيطرت ولكن هو ما عنده مانع، كان حلينا المشكلة من الأول يعني على طريقة ميدفيديف وبوتين، بمعنى أنه يتم تناقل السلطة ولكن الذي يحكم منها خلف الستار هو الأسد على سبيل المثال. النظام الأسد على سبيل المثال، النظام لا يستطيع حتى أن يقوم بمثل هذه التمثيلية، تنازله أو يعني الإيحاء عن تنازله بالسلطة في مكان معين يعني تنازله نهائيا، يعني ما ممكن يعيد السيطرة أو تجهير هذا التنازل إلى الغير. يعني وقت يصير هيك بالسويدة أنا ما بتوقع يعني أنه النظام يكون قادر على إعادة السيطرة على السويدة، ولا بتوقع الناس بالسويدة رح يكونوا قابلين رغم كل المعاناة يلي عم يعانوها لسبب بسيط، لأن إذا أعاد سيطرته على السويدة ما رح توقف الممارسات يلي الناس يعني طفشت منها، يلي الناس يعني خلص ما عاد فيها تتحملها، مثل ما عم يصير بدرعة على سبيل المثال. وبالتالي ما في بتوقع قرار يعني حتى إقليمي أو دولي بتسليم المنطقة، ولا يمكن لهذه المناطق. مرة تانية نحن عم نتابع ونشوف إعادة السيطرة على منطقة معينة، ما بتذكر غير مناطق يعني يمكن يكون مثلا حمص، أنه والله عودتها خاصة في المناطق البعيدة عن مركز يعني الحكم، عن دمشق وعن المدن الأساسية، أنه عادت فيها الأمور بشكل طبيعي. ناخد من الشرق، إما عادت لي أصدقاء بين قوسين النظام إيران وروسيا، وإما ضلت في وضع يعني رخو والفصائل المسلحة موجودة فيها وتسيطر عليها. هذا الوضع نهائي ما هو نهائي. مرة تانية أنا عندي تخوفاتي من الجنوب، أنا بشوف أنه في يعني واضح صار في هدف من الأهداف هو تفريغ ما يمكن تفريغه من سكان الجنوب، جنوب سوريا، حكيت اليوم بالتسجيل الأول عن هذا الموضوع تفصيلا. فبشوف أنه لسه الأمور يعني معرضة للانفجار، معرضة أنه نتيجة هذا الانفجار يصير في موجات ترحيل أخرى. يعني أتمنى أن أكون مخطئ في هذا الموضوع، ولكن هكذا يبدو الأمر لي. بدي قبل ما ودعكم نوه يلي دائما بده يتابع الأخبار أول بأول، نحن عم نحاول أنه نعيد يعني نشاط موقع سيريا نيوز ليرجع مثل أول وأفضل. صار في عنا نسخة جديدة هي بهذا الشكل اللي شايفينه على الشاشة، ممكن أنه أنتوا تشوفوا المواضيع اللي بتهمكم يعني حسب الأقسام إذا كانت سياسية أو محلية وتتابعوها بهالشكل، وفيكم فقط مجرد أنه وضعتوا الماوس على الأخبار أنه يطلع الخبر على اليسار مثل ما شايفين، وإذا بدكم إياه تقروه يعني بصفحة منفردة فيكم فقط تعملوا كليك عليه وبالتالي بيطلع الخبر بهذه الطريقة. الموضوع ما بيتعدى أو يعني مو فقط بالشكل، ولكن عم نحاول ندعم الكادر الذي يعمل في هذا الموقع، وراح تشوفوا التحسن إن شاء الله يوم بعد يوم. أيضا في عنا صفحة صلنا فترة عم نشتغل فيها على الفيسبوك، ممكن تتابعوها يلي هي اسمها نيوز زون. ميزة هذه الصفحة أيضا تحرر الأخبار فيها أول بأول من قبل كادر يعني جيد، ولا نضع فيها روابط للموقع، يعني الخبر بينزل فيها بشكل كامل، ففيكم تراجعوا الأخبار عن سوريا والمنطقة أول بأول من خلال هذه الصفحة. رح أحط لكم رابط الموقع ورابط الصفحة في صندوق الوصف، وشكرا لمتابعتكم وثقتكم فينا. إلى اللقاء بتسجيل قريب.